السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ضمن قناه يوميات ام لينا. اليوم ان شاء الله راجي غادي نوجد معكم واحد الكروكيت اللي غادي نحتاج ليهم البطاطا. غادي نسلقوها في واحد الكاسرول، غادي نديروا عليها تقريبا واحد الوريقه ديال سيدنا موسى وجوج فصوص ديال الثومه وشويه ديال الملحه. غادي نخليوها حتى تسلق ولا حتى تطيب على خاطرها. من بعد غادي نزولوها من فوق البوطه وغادي نحيدو لها القشور ديالها وهي باقا سخونه. كيف كتشوفوا كيقشر لها القشور ديالها وهي باقا سخونه، هكا كيسهل علينا هذوك القشور دغيا كيتحيدوا، يعني ما كنلقاوش معاهم واحد الصعوبه، دغيا كيتحيدوا. صافي غيستمر في البطاطا اللي عنده كامله، غيحيد لها القشور ديالها كاملين. دابا غادي ياخد واحد الفرشاة وغيبدا يهرسها كامله حتى ترجع لينا كامله، يعني مهروسه كامله كيف كنقولوا، ولا غادي معكها كامله. وضروري البنات ان ينهرسوها وهي مازال سخونه باش ما كيصعبش علينا الخدمه ديالها. حنا ما حدنا البنات في الحجر الصحي والرجال ديالنا تبارك الله كيعاونونا، كندعيو معاهم بالخير ان شاء الله، وشكرا لهم بزاف بزاف، ما نساوناش في هاد الوقيته. وغادي نكمل معكم المقادير. غادي نحتاجو جوج صفار ديال البيض، وغادي نحتفظو بالبيض ديال البيض. غادي ناخد واحد البصله صغيره مقطعه رقيقه، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، اللي نقدروا نعوضوهم بجوج فرماجات متلتين. عندنا شويه ديال الملحه، عندنا واحد معلقه صغيره ولا راس معلقه صغيره ديال الثوم بودره. لو بغيتو تعوضوها بالثومه العاديه تقدروا تعوضوها بالثومه الطريه، ماشي مشكل على حسب المتوفر. ناخذ شويه ديال الفرماج غابي ولا شويه ديال الفرماج حمر محكوك، وغادي يخلط المقادير اللي عنده كاملين حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. صافي من بعد ما نمزج العناصر كاملين على هذا الشكل هذا، كياخذ واحد البوشادو او لو واحد اللي ما عندوش يدير غير بلاستيك بحالي، وغادي يديرهم على هذا الشكل هذا شكل طولي فوق من واحد الصفيحه اللي تقدر تدخل لنا الثلاجه او للفريغو الكونجيلاتور، باش انهم غادي يتجمدوا لينا واحد الساعه تقريبا دالمكانه. من بعد عاد غادي نكملوا بهم الخدمه ديالنا.
من بعد ما دخلناهم الفريغو دابا راهم تكونجولاو. منين خرجناهم قطعناهم شكل مستطيل كنفندهم في الدقيق، ومن بعد غادي نفندهم في البياض ديال البيض، ومن بعد ان شاء الله غادي نفندهم في لاشابلوغ وغيقليهم كاملين. بون غيستمر على هذا الشكل هذا، غيفندهم في الاول كاملين في الدقيق، صافي. من بعد ما فندناهم كاملين في الدقيق دابا غادي ياخد بالوحده بالوحده غادي يدوزها في البيض، ومن بعد في لاشابلوغ، ومن بعد غادي يقليهم في واحد في الزيت يكون سخون، صافي. غادي يستمر على هذا الشكل هذا حتى يسالي الكميه اللي عنده كامله، ومن بعد تلقاوه في الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم البنات، صراحه جاوا بنانين بنانين بزاف. كنتمناكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر، وما تنساوش تخليوا لنا لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم، ونتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله.